السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه يا احلى اخوات في الدنيا؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا على النبي يا جماعه. عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا جماعه؟ ايه احلى اخوات في الدنيا. تعالوا بقى شوفوا احنا عاملين اكل النهارده. قول انت يا بورسعيدي النهارده يا جماعه. بصوا ديت احنا هنسميها عصافير البحر. مش عارفه تسميها. بصوا يا جماعه ده كاليماري بلدي. ده اسم حلو عجبني. ده كاليماري صبيت. نوع السبي يعني الصبيت. ايوه صبيت. احنا حاشينها مرتا اللي هو البورسعيدي، البصل بالكمون بالفلفل الاسمر، وسلقناها ورجعنا حمرناها كده يعني. ودي صينيه سمك مرتا برضه. سمك بالمرتا برضه بالبصل وكده. اه لكن الكاليماري بقى كشت معرفش ليه. مفزوعه. ايه عصافير. فهو كده عشان كده سماها عصافير. اما اتعملت بقت تصغر. معنا سلطه ومعنا رز. التحدي علي، انت نص الطبق وانا نص الطبق، انت سمكه وانا سمكه، انت طبق سلطه وانا طبق سلطه. تمام. اوكي. تمام. بسم الله. اتفضلوا معانا يا جماعه. بس على فكره يعني وهي بتتعمل كانت ريحتها جامده قوي. بسم الله. محشيه بقى ايه؟ بصل اهو. بصوا شايفين كده تاكل بالرز. جميلة. والله المرصة طعمة قوي. حتى الرز معمول برضو بمرقة. يعني يوم المرتا العالمي. لا الكاليماري وهي نية كبيرة حلوة يعني ماشي. لكن أنا لغاية دلوقتي مستغرب كشة ده، يمكن نوع البصل اللي خلاها بتكش. نوع البصل؟ لازم علي يحط الإفتة بتاعته. كل يا بورسعيدي. كل. والله عايز اعمل لهم فيديو بالنصايح اللي بتحصل بالاشكال اللي بتورد علينا مع انهم ما يفتحوش. بيحصل حاجات يا جماعه. اللي لسه ما نشوف سمكة ربنا يسامحك يا اللي في بالي. هي عارفة نفسها طبعا مش انا. بس رغم ان هي خشيت شوية مية على فكرة مش انا خالص. طعمها جميل. لا قلبي. اي حاجه بالمرثى تبقى عسل. واو مرثى جميله قوي. بجد استغربت يا شوشو. عارف المرته تتاكل حاف. والله العظيم والله. طبق السلطه طبق الخلطه ده نزلت عندي يا جماعه. كلها عقبة مش هسامحك. والله العظيم شوية أكل عسل. هقول لهم
ابو محمد غاوي قوي، بحب الاسماك. ممكن اكتر مني كمان. انا وانا صغيره ما كنتش باكل السمك. ايه رايك في السلطه؟ ايه رايك في السلطه؟ ولا انا عشان بحب السلطه؟ لا انت بتحب السلطه؟ بحبها مع السمك. لا وغوي السلطه يعني. السلطه شيء اساسي يعني. مع السمك بس. اه. ممكن ما تاكلش مخلل لكن تاكل سلطه. ساعات ابقى عايزه اسيب الاكل واكل رز وسلطه، انا اكل في سلطه. بعشقها مع الرز وعدس. ما بالك بقى سلطه ومرتة. نعمل التحدي على السلطه؟ ايه رايك؟ اعمله مصر. انا اي حاجه هعملها لا تتسوي. بصي يا السلطه تعتبر زي بعض. اللي يخلص السلطه مثلا في 3 دقايق في وسط التحدي. اختراعات علي. ما ينفعش اعيش من غير اختراعات. ماما تعشق يا جماعه صينية السمك دي. ايه رأيي انت مش حابب الاكل عايز تعمله على السلطة؟ لو مش حابب قول. ده كله من ده. السلام عليك يا بنتي. شو شو اللي بتهنيك بسرعة؟ بأمك. بس لا يمكن أخسر أبدا. انسى. انسى يا باشا. حبيبتي حورية كلنا ندعي لها بالله عليك وربنا يشفيها ويعافيها يا رب ويطمنا عليها. اللهم امين يا رب. حبيبة قلبي اللي في الكومنتات قالت لي ادعي لها بالشفاء. والله انا اسفه نسيت الاسم، هشوفه وان شاء الله ادعي لك واخلي حبايبنا كلهم يدعوا لك. ما احنا اخوات وبنتمنى دعوه من بعض. ربنا يشفي كل مريض يا رب. ما يوري حد حاجة وحشة أبدا. اللهم آمين. ما خلصت سمعت. جدعان. أنا جدعانة. حطوا لايك يا جماعة بالله عليكم. اشتركوا في القناة وكل سنة. واهل السعوديه بخير وهنا وصحه. انا ما كنتش اعرف ان في مناسبه عندهم. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم بخير يا رب. يا رب كل سنه وانتم طيبين وكل سنه واهل السعوديه كلهم بخير. واهل الكويت بخير وصحه. طبعا. وكلنا يا رب كل اللي عنده عيد كده يجعل الايام كلها سعيده واعياد يا رب. جدعنا شوشو. شوشو.
شاف حمام كده كده خسرانه تجيبها منين؟ انت شايفه فنكت يا جماعه والله بالله عليكم يا جماعه بالله عليكم ما تنسوا اللايكات بالله عليكم شفت او مصحوبه يعني لا لا مصحوبه مسحوبه من لسانها مسحوبه من دماغي مسحوبه من اقول لكم ايه عايزه اقول لكم انا هعمل لكم فيديو على الراجل التحفه ده اللي اتكلمنا لازم اعمل نضحك عليه شويه على الراجل التحفه اللي كلمنا ماشي بس مش دلوقتي ماشي 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 انا هعمله والله الراجل هنقول له القشطه المتخلف ده بس احنا ظبطناه يعني ادينا له من بنقي خيار بس ما ينفعش يتقال لا ده علي كان كيوت ولا بيشتم ولا لعيبه تطلع من بقه ابدا ربنا يهدي كل واحد هتعاقبني؟ مش عارف صعبان عليك عاقب اقول لك صعبان عليك ايه عشان انا مصدعه مش قادر اكل من كتر الصداع ولسه هتشكل جبنك اه والله اليومين دول والله يا جماعه انا مش بشتكي لكم ولا حاجه بس احنا فضوا بالفضفض والله عارفين النحله اللي عامله كده اهو انا كان نفسي اصور لكم طريقه الاكل ده لقيت محمد عنده درس في درس وعنده كام واجب ثلاث واجبات عنده واجب رياضه وعلوم وواجب عربي بصوا حاسه ان انا دماغي عملت ايرو يعني ربنا بس اهم حاجه يحفظه كده يا رب وينجحه طب بامانه الله انت بتتعب قد ايه عشان الرجاله ويعرفوا بس لا يا ده حاجه معروفه ان الست بتتعب اكتر من الراجل طيب ليه ياسمين عز بتقول الفرعون ما تقول الفرعونه معلش هي بس ان بترفع من شأننا طب وترفع ليه ما ترفع من شأننا لكن الراجل من غير الست ما يسواش شيء الست من غير الراجل طبعا ما تسواش اي كل حاجه شيء. خالص يا سلام بس كده يا جماعه ده كان الفيديو بتاعنا لو عجبكم بالله عليكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته باي باي.